في الجزء اللي جاي ده هنبتدي نشرح الدوال البحثية، في دوال بحثية كتير جدا، لكن احنا هنشرح منها الأهم والمتداول اللي الناس كلها شغالة بيها. أول معادلة فيهم هي دالة في لوكاب. دالة في لوكاب أنت مش بس ممكن تعمل بيها سيرش أو ممكن تعمل بيها استعلام، أنت كمان ممكن تربط بيها شيتات مع بعض، وهنشوف ده دلوقتي بالتدريب العملي. دالة في لوكاب بتعتمد على كارتيريا معينة. يعني إيه كارتيريا معينة؟ يعني أنا مثلا هاجي هنا هستخدم كود الموظف، أول ما هكتب كلمة كود الموظف هيطلع لي بيانات الموظف بالكامل، ممكن تبقى في شيت واحد أو في شيتين أو أيا كان، حتى لو ورك شيت تاني، بس لازم الاتنين يكونوا في فولدر واحد. هنطبق ده مع بعض دلوقتي. أنا دلوقتي عايز لما أجي أكتب هنا 101 اللي هو الكود بتاع محمد يظهر لي اسمه وتاريخ تعيينه والراتب بتاعه، حتى لو الراتب بتاعه ده فين؟ في شيت مختلف. هنعمل ده إزاي؟ هندوس يساوي زي أي معادلة إحنا بنعملها، وبعد كده في لوكاب في ال، هتكتب في ال بس هتظهر لك، يا إما تاب من الكيبورد يا إما دبل كليك عشان تطلع المعادلة قدامك. هنفتح المعادلة من هنا، هتلاقي عندك هنا اسمها لوكاب فاليو. كلمة لوكاب فاليو يعني ايه؟ الحاجة اللي انت هتدور بناء عليها، واحنا دلوقتي قلنا ان احنا هندور بناء على كود الموظف. يعني انا عايز اما اكتب هنا كود الموظف يظهر لي البيانات، فكلمة لوكاب فاليو ده المكان اللي هتكتب فيه كود الموظف. تاني حاجة التيبل اري اللي هو الجدول اللي انا بدور فيه اصلا، تمام؟ ده الجدول اللي انا ايه بدور فيه على اسم الموظف او بيانات الموظف. تالت حاجة اسمها ايه؟ كول اندكس نمبر. ايه كول اندكس نمبر؟ دلوقتي الجدول بتاعنا بيبقى عبارة عن عواميد، ادي العمود الاول، ادي العمود الثاني، ادي العمود الثالث، تمام؟ انت دلوقتي عايز تطلع، اول ما هنكتب 101 اللي هو كود الموظف يطلع لك اسم الموظف، احنا شغالين على العمود بتاع اسم الموظف. طب اسم الموظف ده في العمود رقم كام في الجدول؟ العمود رقم كام في الجدول؟ في العمود رقم 1 2، اسم الموظف في العمود رقم 2. فهنكتب هنا في الكول اندكس نمبر، هي كلمة كول دي اختصار كولوم اللي هو اختصار عمود، يعني هنكتب 2. فاحنا كده أول حاجة قلنا اللوك اب فاليو اللي هو الكود الموظف اللي هنكتبه هنا، تاني حاجة التيبل اري عملنا سيلكت على الجدول كله، تالت حاجة الكولوم اندكس نمبر أو كول اندكس نمبر اللي هو دلوقتي أنا شغال على اسم الموظف، اسم الموظف هنا في العمود رقم كام؟ في العمود رقم 2. لما أجي أشتغل على تاريخ التعيين هيبقى الاتنين دي هتبقى 3، لأن تاريخ التعيين 1 2 3 في العمود رقم 3. ثالث حاجه اسمها رينج لوكاب. يعني ايه رينج لوكاب؟ رينج لوكاب دي بتتقسم لثلاث حاجات، يا سالب 1 يا 0 يا موجب 1. ايه اللي انا بقوله ده؟ لو انت كتبت هنا صفر بيطلع لك النتيجه بالظبط زي ما انت عايز، لكن لو كتبت له سالب 1 او موجب 1 هو بيعمل لك تقريب. الكلام ده طبعا مش هيفرق في اسم الموظف، بس ممكن يفرق لما نيجي مثلا ندور في الراتب. لو هو بياخد مثلا 5000 مثلا 275 و40 قرش، هو ممكن ما يجيبلكش الفكه، يكتب لك ال 5000 بس، ده لو انت كاتب سالب واحد. لو كاتب موجب واحد فهيقربها مثلا لاقرب 100، هيقول لك 5100، لكن لو انت كتبت له صفر هو هيجيب لك الرقم بالظبط زي ما هو موجود في الجدول. اول ما دوسنا اوكي ظهر لنا اسم الموظف اللي هو محمد، ولو غيرنا ده مثلا خليناه 102 هتلاقي مروان اهو 105، المفروض ان هو ايه؟ ياسر. لو طبقنا نفس المعادله هنا برضو يساوي في لوكاب، بنعملها مرة تانية. أول حاجة قلنا اللوكاب فاليو اللي هو كود الموظف، تاني حاجة التيبل أري اللي هو الجدول، تالت حاجة الكول اندكس نمبر. دلوقتي احنا بندور على تاريخ التعيين، تاريخ التعيين موجود في العمود رقم كام؟ في العمود رقم 3. تالت حاجة الرينج لوكاب احنا قلنا هنحطها ايه؟ صفر، وندوس اوكي. التعيين بتاع ياسر 5/3، لو كتبنا هنا 103 هتلاقي كريم، والتعيين بتاعه 3 يناير. طيب الراتب مش موجود في الشيت ده، موجود في شيت تاني، مفيش أدنى مشكلة، هي نفس الفكرة. ندوس يساوي في لوكاب اللوكاب فاليو اللي هو كود الموظف، تاني حاجة التيبل اري اللي هو هيبقى التيبل بتاعنا ده، مفيش أي اختلاف. تالت حاجة الكول اندكس نمبر، احنا بندور على الراتب. طب الراتب موجود هنا في العمود رقم كام؟ في العمود رقم 3، هنكتب هنا رقم 3، وبعد كده في الرينج لوكاب هنكتب 0. وندوس اوكي، هتلاقي ان هو طلع لك او الراتب بتاع كريم 3000 جنيه. طب عايزين ندور على محمد، ادي 101، ادي محمد، تاريخ التعيين 1 يناير، الراتب بتاعه 1000 جنيه. نروح نتاكد اهو الراتب بتاع محمد 1000 جنيه. معادله بسيطه جدا وسهله، وهتوفر عليك شغل كتير في البحث والاستعلام. دوال بحث تانية كتير زي لوكاب وفي لوكاب واتش لوكاب، ومن أشهر الدوال دي دالة في لوكاب.
لكن ده اللي فيه لوك اب. لو خدنا بالنا من شكل المعادله هتلاقوا في الطلب الثالث اللي هو كول اندكس نمبر، اللي هو رقم العمود، علشان خاطر لو انت بتستعلم مثلا في الجدول الصغير ده على الراتب فهو هيحتاج رقم العمود ده ايه، رقمه كام. فاحنا هنا لو هنعد في الجدول هتلاقي 1 2 3 4، فهيبقى رقم الجدول 4، ده رقم العمود 4، هو ده اللي محتاجه هنا. بس الكلام ده لو جدول صغير فالموضوع عادي وما فيهوش مشكلة، لكن لو في جدول زي ده انت عشان تعرف العمود اللي انت عايزه كام، طبعا مستحيل نبقى شغالين على الاكسل ونعد بايدينا مانوال. علشان كده بنستخدم دالة ماتش عشان خاطر تحدد لنا رقم العمود او رقم الصف، ودالة اندكس بتطلع لنا القيمة اللي احنا بنبحث عنها. هنشوف ده مع بعض في الشرح، يلا نبدأ مع بعض. علشان تعرف تعمل بحث بالدالتين بتوعنا النهاردة لازم تعرف كل معادلة ايه الخطوات بتاعتها وهي بتعمل ايه وايه النتيجة بتاعتها. لو بدأنا بدالة ماتش، بدالة ماتش هي مجرد بس بترقم لك الداتا بتاعتك مكانها فين. يعني هنا لو بنسأل مثلا على الكمبيوتر هيقول لك هو موجود في الرو رقم 2 1 2. نفس الفكرة لو بسأل مثلا على فبراير هتقول لك موجود في الكولوم او العمود رقم 3. هي بتديك مجرد رقم. ايه الاجراءات بتاعتها او ايه الخطوات بتاعتها؟ هندوس يساوي ماتش، نفتح المعادلة بتاعتنا. اول حاجة هتلاقي كلمة لوكاب فاليو. لوكاب فاليو دي الحاجة اللي احنا بندور عليها، زي مثلا احنا هنا حاطين مثال الكمبيوتر. تاني حاجة اللوكاب اراي اللي هو المكان اللي موجود فيه الكمبيوتر اللي انا هدور فيه اصلا، اللي هو العمود ده. وبعد كده هتلاقي كلمة ماتش تايب. ماتش تايب دي يعني احنا على طول بنحط فيها صفر. ليه بنحط فيها صفر؟ في 3 اختيارات في الماتش تايب دي في دالة ماتش، في -1 وصفر وموجب واحد. -1 لو انت بتبحث عن رقم بيجيب لك اقرب رقم ليه بس اقل منه، يعني انت بتدور على رقم 10 وفي موجود رقم 8 ممكن يجيبه لك او رقم 9. والواحد اللي هي -1 بيجيب لك اقرب رقم بس اكبر منه، يعني لو انت بتدور على 10 يجيب لك ال11. فطبعا احنا مش عايزين التقريب، احنا عايزين الحاجه بالظبط. فالحاجه بالظبط او اكزاكتلي هي الصفر. لما ندوس صفر بيجيب لك الايه، الحاجه اللي انت بتدور عليها بالظبط. وزي ما قلت لكم ده اللي تماتش في الاخر بتقول الحاجه اللي انت بتدور عليها دي موجوده فين. فلما ندوس اوكي هتلاقي قال لك موجوده في الصف رقم 2. تمام كده. هنعمل ده اللي تماتش تاني مع بعض على بحث مارس. ادي ماتش اللوك اب فاليو، الحاجه اللي احنا بندور عليها. اللوك اب اري هو موجود فين. احنا لما كنا بنبحث عن الكمبيوتر عملنا سيلكت على العمود، لكن دلوقتي الشار اللي احنا بنبحث عنه موجود في رو، فاحنا هنعمل سيلكت على الرو اللي هو موجود فيه. وتالت خليه زي ما قلنا صفر. فهو هنا قال لك ايه، هو موجود في الصف الرابع. يعني ادي 1 2 3 4، ده موجود فين؟ في الصف الرابع. ده بالنسبه لداله ماتش. طب بالنسبه لداله اندكس هي بتعمل ايه؟ دالة اندكس بتجيب لك القيمة اللي موجودة نفسها جوه. يعني هنا لو مثلا بندور على ال120 دي لازم تقول له اللي هي موجودة في الصف الثالث في العمود رقم 2 عشان يطلع لك القيمة بتاعت ال120. هي بتحتاج مكان الصف ومكان العمود. تعال نشوف مع بعض احنا بنعمل ايه. بندوس يساوي اندكس ونفتح وندوس اوكي. هنا اول حاجة الاري، الاري ده اللي هو المكان اللي انت هتدور عليه. الفرق ما بينها وما بين ماتش انت بتعمل سيلكت على الجدول كله لانك احنا هندور في الجدول كله. تاني حاجه كلمه رو نمبر، انت بتدور على ايه؟ انا عايز ادور مثلا على رصيد الكمبيوتر في فبراير. اولا الكمبيوتر ده الرو اللي هو موجود فين؟ اهو هنا موجود في الصف رقم 2، فانا بكتب له هنا 2. كولوم نمبر اللي هو العمود فين؟ فاحنا دلوقتي كنا عايزين فبراير، فالعمود رقم هنا ايه؟ 3. وبدوس اوكي. زي ما قلت لكم هو بيجيب القيمه مش بيجيب مكانها فين. هوضحها لكم تاني. يساوي اندكس وندوس اوكي زي ما قلنا. هنيجي هنا في اول مستطيل هنعمل سيلكت على الجدول. تاني حاجه هنعمل الرو نمبر اللي هو مثلا لو هندور هنا المره دي على الموبايلات، على الموبايلات في يناير. الرو نمبر هنا رقم كام؟ 1 2 3 4، رقم 4. الكولوم نمبر رقم 2 اللي هو في يناير، رقم 2. وهتدوس اوكي.
هتجيب لك ال 620 القيمه اللي موجوده. دلوقتي احنا عرفنا خلاص داله ماتش بتعمل ايه وداله اندكس بتعمل ايه. لكن داله اندكس لو اخدنا بالنا احنا بنحط بايدينا الارقام اللي هي الاثنين والثلاثه دي اللي هي الرو نمبر والكولوم نمبر بايدينا، ده طبعا مرفوض في الاكسل ان انت تقعد تعد بايدك. فعلشان كده احنا بنشوف استخدام داله ماتش اللي هي بتطلع نفس النتيجه. احنا هنا بنجيب الكل في ماتش رقم او مكان البيان اللي انا بدور عليه، فبدل ما هتكتب ده بمانوال بايدك انت هتحط داله ماتش تخدم على داله اندكس. يعني هندرك هنا في المستطيلين دول بدل 2 و3 هندرك داله ايه؟ ماتش. تعالوا نشوف مع بعض هننفذ ده ازاي. وليكن مثلا انت ممكن تعمل لنفسك فورم للبحث، تعمل كده زي بيان للبحث عندك في الشيت تخليه ثابت عشان كل ما تغير دول يطلع لك النتيجه اللي انت عايزها. هنروح نعمل داله اندكس يساوي اندكس اي معادله، ثواني كده اعمل لكم زوم على المعادله كده اهو. اي معادله اول ما بتدوس يساوي تكتبها بيطلع لك المتطلبات بتاعه المعادله. فتلاقي هنا كلمه array او range. array او range ده ان انت تعمل سيلكت على الجدول او المكان اللي انت هتدور فيه، ان كان كولوم او رو او الجدول كله. رو نمبر ده اللي هو ايه؟ رقم الصف. الكولوم نمبر رقم العمود، ودول اللي هنحط فيهم داله ماتش. يعني احنا هنبدا بالاري عادي وهنكمل داله اندكس بس بداله ماتش. مش احنا المفروض كنا بنعد فبيطلع لنا 2 و4 ده ارقام العواميد والصفوف؟ لا، احنا بدل ما هنقعد نعد هنروح حاطين داله ماتش. تعال ننفذ مع بعض. اول حاجه الاري ده اللي هو ايه؟ الجدول. فهنعمل سيلكت على الجدول، بعد كده هنعمل فاصله، هيطلب مننا بعد كده اللي هي ايه؟ الرو نمبر. الرو نمبر ده اللي احنا هنحط بدل ما نحط رقم هنروح حاطين داله ايه؟ ماتش. اللوك اب فاليو الحاجه اللي احنا هندور عليها اللي هي ايه؟ الكمبيوتر، بعد كده الفاصله، بعد كده اللوك اب اري مكانه فين زي ما عملنا داله ماتش بالظبط، وبعد كده تالت حاجه الزيرو اللي هو التايب الماتش تايب، واقفل القوس بتاع داله ماتش الاولانيه، بعد كده فاصله واعمل داله ماتش الثانيه اللي هتجيب لي رقم الكولوم. فاهمين دلوقتي احنا عملنا اندكس؟ فاندكس المتطلب الاول الجدول، المتطلب الثاني رقم الصف. رقم الصف مش هحطه بايدي فحطيت له ماتش عشان خاطر هو يجيب رقم الصف، ورقم العمود نفس القصه هحط له ماتش برضه عشان يجيب لنا رقم العمود. لوك اب فاليو احنا هنا هندور على ايه؟ على مارس دي، وبعد كده نحط الفاصله. اللوك اب اري هو موجود فين؟ موجود هنا، بعد كده فاصله، ثالث حاجه الزيرو. الموضوع بسيط جدا، هما ثلاث حاجات بتعملها وتقفل القوس. كده القوس بتاع ماتش ده مقفول والقوس بتاع ماتش ده مقفول، بس لسه القوس بتاع اندكس مفتوح، فهنحتاج نحط ايه؟ قوس تاني. تمام كده؟ اوعى بقى تدوس انتر، اوعى تدوس انتر. لما بتدخل معادلتين في بعض الفيرجنات بتاعت الاكسل اللي قبل 2016 في حاجه لازم تعملها، لازم تعمل كنترول شيفت انتر، كنترول شيفت انتر. لكن من بعد 2016 دوس انتر عادي، هتدوس كنترول شيفت انتر هيطلع لك النتيجه اللي هي ايه؟ كمبيوتر مارس اللي هي دي. انا ليه عملت الفورم ده؟ عشان انا مثلا لو حبيت اغير، لو انا عايز مثلا الموبايلات هتلاقي على طول الايه؟ النتيجه اتغيرت. عايز مثلا شهر ابريل اهو النتيجه اتغيرت. فيبقى عندي فورم للبحث موجود جوه الشيت بتاعي اتنقل فيه بسهوله، مش عشان كل شويه اعمل المعادله. دلتين مفيدين جدا جدا في البحث والاستعلام، وخاصة لو انت شغال على شيتات اللي هو بالشكل ده، حاجات كبيرة قوي زي كده مش هتقعد بقى تعد 1 2 3، لا انت تعمل فورم صغير كده اهو وتبتدي تنقل فيه. لو انا عايز مثلا التلفزيونات اهو هتلاقي على طول الارقام بتتغير. اعمل فورم للبحث بتاعك وثبته عندك في الشيت. يا رب اكون افدتكم، ونلتقي في فيديوهات اخرى ان شاء الله.